تصلنا بعد أخبار تضحياتهم الجسام. نرحب بكم في المتحف الوطني للمجاهد تحت رعاية وزارة المجاهدين. نحاول أن نستخلص ما أمكن من العبر من هذه النماذج. تفكر المآثر نتاع هؤلاء المجاهدين اللي كافحوا. نموتوا احنا جيل التورا، المؤرخين ما يقدروش يكتبوا التورا بالحقائق نتاعها. في هذا الشهر، شهر الشهداء، شهر مارس الأغر، وكذلك شهر النصر على الطغيان والاستعمار الغاشم، ونحن نحضر الاحتفالات للاحتفاء بفعاليات الذكرى 59 ليوم النصر. لقد تميز هؤلاء الأجاوس أو الإخوة كما كانوا ينعتون بنكران الذات ورفض كل أنواع الظلم والطغيان، وكابدوا المحن لدحر المستعمر وكسر شوكته